خلينا مع حضراتكم نروح لنهائي البطولة العربية. الفريق الترجي التونسي فاز بثلاث أهداف مقابل هدفين، ومشهد أكثر من مؤسف صراحة، مشهد مؤسف صحيح. في كرة القدم. احنا بنعمل البطولة العربية دي مش عشان مين كسب، بنعمل البطولة العربية دي لم شعب العرب، لم الترابط العربي. هي بطولة لها أبعاد سياسية أكثر من الأبعاد الفنية، وحتى مجلس إدارة النادي الأهلي امبارح قال احنا شاركنا في البطولة العربية رغم عدم موافقة الجهاز الفني لأسباب وطنية، والأسباب الوطنية هو تلبية نداء الوطن. مصر تحتضن العرب، وما ينفعش مصر تحتضن العرب وما يكونش النادي الأهلي بيشارك. ولكن المشهد المؤسف من جانب المسؤولين مش اللعيبة، من جهاز الفيصلي الأردني مع حكم كابتن إبراهيم نور الدين، مشهد مؤسف. مفيش حد في الدنيا ما بيغلطش. أهلي والفيصلي الماتش الأولاني الأهلي ليه جون صحيح بتاع كريم نيدفيد وما اتحسبش. الأهلي والفيصلي الثاني ليه ضربتين جزاء ما اتحسبوش. المشهد مؤسف، وجاي من مين؟ من واحد هو بس كويس في الكلام، بيطلع يتكلم كتير وفي الآخر هي دي أفعاله. حتى كنت انتقدت وقلت ده مشجع، وفعلا هي دي أفعال حتى المشجعين، يعني أفعالهم أحسن من كده بكتير جدا. مشهد مؤسف للغاية صراحة كابتن محمد، يعني صعب.